قهوة سعيدة المديرة. السلام عليكم. دير الزين الزين كامل تبارك الله تيك الله كسوني حشومة. اودي استاذه شوفي حنا في النقابه متبعين جميع الملفات ان شاء الله غادي يكون غير الخير هالشيني هالقسم هالنقابه التعويضات ولا ميتيال وجميع الملفات حنا تدافعوا لا تكون بخير شوفوا غير هاد المدير هاد الشيء ان شاء الله يكون خير والله اودي عز الدين ما كرهناش جاك المدير القديم يرجع عاوتاني ولكن ما الغالب الله الغالب الله بغينا شويشه بغينا طويفات بغينا الغالب الله الغالب الله وما دي بدينا وما النفحة سالات ليا ما النفحة النفحة اسكت السي مشعيب اسكت تلاميذ تيسمع وين السي مشعيب انت ديما حاجه هي حاجه الله يهديك با مشعيب الله يهديك المدير الجديد خاصو يجي يلقاك مستوى زوين اصاحبي والله كون كان عندي المستوى كره كاع ما نشوف كمارتك باز الله يلا باز الله يهديك با مشعيب الله يهديك الله يهديك في السلامة بلاتي نشوف هاد الزين هذا بلاتي بلاتي نشوف وانت ريح باش ندير غيجي محمد انت مالكم انتو مشغولكم خليها خليهم 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 الله العظيم شتك سبحان الله العظيم وانا نتنور الله العظيم ديري لي الصالير قليل والله العظيم بالله باغي ان شاء الله انا نتصوفا ونصوفي الوالده سبحان الله العظيم كلاكسون ديالك ماشي بحال ديال الرجال ديال الرجال تيكون قاصح انت عندك كلاكسون رطب سبحان الله العظيم سبحان من خلقكم ساليتي راه معاك المديره الجديده ديال المدرسه بحال الباب يقول لي انا مدير ماشي مديره بحال الباب وسكتنا زيد قدامي شوف زيد قدامي ناري مكاين لا نشاط الاول السلام عليكم السلام عليكم سي عزيز سي يونس سي سلطان سمعتي على هيئه التجنيس تفضلي مرحبا تفضلي تفضل تهنا تفضلي يا استاذ احسن بيرو عندنا استاذ تبارك الله تفضلي استاذ اساتذه مرحبا هذاك اللي حدا تبارك الله راه بيسي هاني ناس يمشي بس يمشي انا السيد المدير بغينا نهضروا استاذ مرحبا بك في المؤسسه عيادة التدريس صاحبك اجد سعداء باننا جينا مديره جديده واول سابقه في المؤسسه بان تكون مديره هي ديالها وحنا كاملين نور النقابي ديال الاساتذه مرحبا بك استاذه وحنا غادي نتعاونوا ان شاء الله باش نزيدوا المؤسسه قدام والهم ديالنا هما التلاميذ ان شاء الله السي مشعيب راه هو الشاوز ديال المؤسسه ديالنا والله يعمرها دار وراه فكاهي في طبعه وداك الشيء فرصه سعيده انا لانني تعرفت عليكم ولانه المدير سابقا اللي كان مرتاحه شكرا المدير اللي كان سابقا كان فتح لكم شويه اللعب ومعايا دابا ما كاينش هادشي وانا جديه جديه وكنبغي الخدمه اي حاجه كبيره صغيره خاصها تكون عندي خبر عليها استاذه بغيت نقول واحد الحاجه نعم الليله ما غنسهروش اش هاد المستوى حد ما يخرج عليا والرايا فرفرات وفي الكركارات الميمه ودقتم تم ودقتم ها المدير جديده خرج عليا يلا سيب شايب سيب شايب ما هي ديك شو هاد ما خاصوش يبقى عندي في المدرسه اش هاد الفوضى هنايا استاذه موظف راه ماشي مؤقت راه موظف لا راه موظف واش موظف يتعامل بهذه الطريقه غير استاذه غير عزيز عليه شويه تخشاب راه قلنا لك في الاول سي مشعيب راه هو الاب ديال كل شيء هنايا واخا الاب ديال كل شيء واخا الاب ديال كل شيء ما يتعاملش بهذه الطريقه وانا اول مره كنشوفو كنتعرف عليه من بعد استاذه غاش عمل كيفاش دارها تعرفو انا تحبيه تحبيه ان شاء الله لانه محبوب والله الا محبوب بالله يلاه كل واحد يلتحق بالقسم ديالو واخا استاذه الله يخليكم الأساتذة غادي يتفضلوا أنا غادي ندير معاك جرد ديال جميع الوثائق وجميع الممتلكات ديال المؤسسة بحكم أنني أنا هو الإداري اللي معاك أوكي مرحبا أوكي تفضلوا أساتذة الأقسام ديالكم وتواصلوا من بعد شاشة المديرة والله ما نعرفش خاصة نرجعوا حياتنا
الله يديك انا راه وليت نبان فيها بحال لابس خنشه. وي دابا سليمي عليك بغيت تبان فيها انيق. بغيت نبان فيها مزيان باش هذيك المديره اللي جات. اول واعر. انت جات مديره. والله العظيم. ايوا على سلامتك حولك جات. الاخرين لابسين البيض ولابسين لابسين ماشي مشكل كره اساسيه. ايوا كي دايره المديره؟ خدامين في البطوار ديال المغرب. كي دايره المديره مزيانه؟ من مزيانة جات يلا يدي زوينة. زوينة هي ولكن حنا بغينا نهضرو معاها وداك الشيء. تهضر مع الشيطان يهضر مع المدير على الشيطان. بغينا نتقاو معاها وداك الشيء ما بغاتش. لا خويا وقلا ضربك السخانة انت في عار الله ورسول الله. الله العظيم وضحني نو فين غنوض؟ نوض تغسل نوض تغسل وتوضا وصلي شي ركعات نوض صلي قلبي انت بالله باش تقراش. وهي زاد دابا الغزالة واش تبارك الله شو الزين تبارك الله نمشيو عدا نشوفوها. استاذ كيف من عونك كاين شي حاجه في المالا كاين شي حاجه كني نشبي الراس في المالا كاين شي حاجه. تعطيناش بويا هاد الوقت بغينا نهضروا معاك وبغينا نهارك واحد الباسي. انا باسي انا لو كان ما كانش اساسي دابا يخبوني عليك راه غنخرجك لان الاحترام خاص يكون عندك. انا علمتك المرجي ما راح شاوجي من تتعداو عليه دي من تحكارين عليه شاوج. كنا بقى داك المدير القديم كنا بخير وكنا تنشطحو وكنا مخدمين عجيب كنا هاد الماكينه دق تم دق تم دق. دخل القهوة سالة المديرة. شكرا. وزين اشوفوا فينا لله عطينا وقت. هاي 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 هو هادشي اللي بقى ليا اش نشرب معايا قهوه. جيبوا لي قهوه ما تقعد. والله ما كرهنا نشربوا مع قهوه شي قهاوي في حدا البحر. نوض تقعد عليا نوض ترى فيه مزعلون هو نوض. شوفي الا سير هاد القهوه قولي لي ندير لك. خرج عليا جاب لي لازم دراسه انا النايحه. وقوموا وقولوا معاك شي ندير. نعم اختاريتي شي قهوه نتوما تقهوا فيها؟ كلم لي الاستاذ ديال اللغه العربيه وخبر عليا تماك. يلا قول عليا. شوف تعب شويه. تكلم المديره بغاتك. مالاش ما كاينش. وتكلم لها لا ما لاش. واش انت صاحبي اليوم غادا الدور بين اليوم؟ واش تكلم لها ما عرفتش بغيت انا ديت لها حتى بزاف القهوه دارت لينا حاله. سير صاحبي شي تاوي ديال الخير. سير صاحبي. لا لا خرج خرج. قراو مزيان. البحر مشى هنا. صاحبي الله يهديها صافي خلي معاه الغرض وصافي. يلا. دخل. السلام عليكم. قلت لك المدرسة مع 36 من المدرسة والله خصي شي يبان. المهم أنا نعيط لك نسالك. أوا سير. اجلس استاذ ايوب. تفضل انت. تفضل على برا. انا تفضل على برا خرج. انا استاذ بغيت ان شاء الله نبقى معاكم ونشوف دار الحوار اللي غيدوز بيناتكم ان شاء الله ولا سوقك. ايه ما غتقهوي معاه هو وما غتقهويش. خرج عليا عطيني ابتسامه. انت بغيت تقهوى معاكم. خرج عليا. واخا اعوذ بالله. انت اخر واحد كيفاليدي في الاساتذه كاملين في المسار. علاش لا استاذ غير كنت عيان داكشي علاش راه كدرت مع راضي راه كنجبت عليهم داكشي علاش. نتمنى هادشي ما يتعاودش مره اخرى ان شاء الله. استاذ كلم لي معك استاذ بلغيتي عافاك. واخا مرحبا. استاذ عيطي ليا. وي استاذ بلغيتي تفضل الله يخليك. لا استاذ لاباس. انا ما بقيت قادره نتحمل. علاش عصبتي؟ هاد بزاف والله كيعصب كيعصب لدرجه لانه غيسطيني انا وحلاله
هو غيخرج من السطيح ولا انا وقير من هذه البلاصه؟ السادة شوفي سيسي سي شعيب هو الحارس ديال هذه المؤسسة من قبل ملي جيت انا نخدم هنا ولقيته هنا كاين والاب ديالو كان حارس في هذه المؤسسة يعني وهو الطبع ديالو مالح غير صبري معاه شوية بزاف استاذ بلغيتي بزاف والله الا بزاف راه انا وليت كنمشي لداري مع الصبا اش يبركا استاذ اش نديرو شوف شنو دير جري عليه ولا شنو ما يمكنش نبقى انا ولا فهاد المدرسه استاذ انت عارفه راه هو موظف راه عنده نيميرو الصوم ديالو ما يمكنش نجريو عليه حنا اللي ممكن نديرو اننا نكتبو به النيابه واخا تجينا ثقيله انا راه عندي شقين دابا تدوي معاك كموظف تحت الامره ديالك وكان قابل خاصني ندافع عليه وانما اللي ممكن نديرو هو ان نكتبو به يمشي لمؤسسه اخرى هو راه ديما يبقى معاك في المؤسسه لانه مستفد من السكن الوظيفي ما عندك ما ديري يا استاذه فهمتي بزاف والله غير بزاف كتبوا بهم داكشي اللي كاين انا كنسمع كندوي مع حداك وكن كتدوي مع حداك شي عليا مالك ها واش عاد تشتغل ناري عاوتاني عشيري مطايف عاوتاني يا خير الله خارج قايشو مطايف اجي نشوفو صافي انت خونا صاحبي صافي قول لي اخويا وحشنا كشي باغيني قبيله كيفاش لافر هو بلان ديال غادي اخويا غادي ديال المقاطع ما عملش مع شي واحد خاطر اللي صيفطاتني للحبس هنايا غادي غنفاري معاه لا ما تقولش لي على من دار على قبل ما نجي تعاود ضرب موتي باخور اخويا راه دخلتني للحبس اخويا واش شي ما لافر ما والو اخويا الوحش معاك الموت معاك اخويا الوحش خويا دابا واش بغيتش معايا ما بغيتيش ونمشي انا نموت معاك ولكن اخويا شي راه شي وحدين معدين عليك اما هذيك اخويا بعد هذا هي فات بعصيت وجمال وجا غنصوت اخويا لواحد الطنطيشه سمع سمع بغيتي معايا ما بغيتيش السي اخويا الله يسلمك الطنطيشه كل واحد خويا انا خويا تو ما نفوتكش على راسي وعيني انت لحماك ما عرفتش خويا شين وعرفت شنو واخويا هاد هاد البنات هاد البنات ولو برجع الحبس انا اخويا اش نقول لك اخويا يا لا 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 شو عارف فين غادي غادي مدرسه يا عمري مش شي واحد جارين عليهم في السوقات واش غديري باش تشوفني انيق اول مره غتشوفني انيق اليوم ان شاء الله وسير ومدير البيت لك مخا يلا الوليده ديما سير سير بيتي ضرباتك دخلت الغار لا 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 سير سير لا 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 اش بغيتي اخويا اش جاي داخل عندي ياك صيفطناك خرج عليا جاي نطلب منك سماحة لا 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 جاي نطلب منك سماحة يا استاذه اريف اص سيد بلغيتي سيد بلغيتي ماك استاذة ماك خرج عليا سي بورشعيب وعلي سيد بلغيتي اين الفقار اخ استاذة قلت قلقي استاذة بورشعيب تصيفطيني الحبس ياك تصيفطيني الحبس وانا جيت لقد لك داك الوجه اللي فرحانه به لا 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 باغي نشوط لك وجهك بمقاطع شكون؟
انا المديره ديال المدرسه اللي كان فيها اللي وقع هي السبب تاع عمته غير كتابه خالتي شوفي حاجه غير كتابه خالتي سلام شعيب صافا تبقيتي شويه وقالت لي هدا هو ما قالتش هدر هاد الشوار السكيت تبقيتي شويه واش وعي شوفي هاد الحاله ديال ولدي شوفي اش عليه رغم انك خرجتيه من الخدمه قد دافع عليك من هاد الاعتداء وعرض وجهه شوفي شو اش راه ليه حتى هاد الشوار شوفي اش جيتكم اخواتي راني مستعده اي حاجه بغيتو غنديرها معاك الله يخليك عليك بنتي راك تشوفي الحاله كي دايره وحنا ما عندناش باش نديرو ليه التجميع عارفه اللي كاين اخواتي عارفه سمحوا لي وصافي اللي بغيت اللي بغيت هيا اللي بغيت بغيتي انا بغيت غير انتي ونغلو الفقاص اللي جيو حرف الدراس